ما هوش معرض قد ما هو عرض للأصناف من منتجات الألبان التقليدية اللي مصر تنتجها واللي احنا نجحنا ان احنا نعيد ترويجها تاني في دول الاتحاد الأوروبي رغم الحظر اللي موجود على صادرات الألبان المصرية ومنتجاتها. بعتنا هذه المصانع لدول الاتحاد الأوروبي، أجرنا لهم مصانع هناك وتم تصنيع هذه المنتجات عشان يبتدي يقبلها السوق بحيث لما يترفع الحظر نبدأ في التصدير. الرسالة دكتور علي يقولها للمصريين، نقول المنتجات الألبان المصرية بخير بخير ومتطورة ومتميزة وبدأت تدخل أسواق عالمية.